نظمت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب احتفالية فنية لعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديرا لبطولاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن. تضمنت الاحتفالية تقديم طلبة الكلية عددا من الفقرات الاستعراضية والغنائية الوطنية والمقتطفات الإبداعية التي تمثل التراث الثقافي والوطني. وخلال الاحتفال أكد اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدا في دعم كل من بذل الغالي والنفيس من أبنائها لحماية الوطن وصون مقدساته، مشيرا إلى أهمية تلك الفعاليات في تقديم الدعم المعنوي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وأسرهم.